لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ونحن نشاهد عزوف من كثير من طلاب العلم عن كثير من أبواب الدين التي هم بأمس الحاجة إليها، كأبواب الأدب، الأدب الشرعي. من طلاب العلم يعتني بقراءة أبواب الفتن؟ أعاذنا الله من شرها ما ظهر منها وما بطن. من طلاب العلم يعتني بأبواب الرقاق والزهد؟ يندر، لأن همهم في المسائل العملية. لكن ما الذي يحدو طالب العلم إذا عرف الأحكام العملية إلى العمل؟ ما الذي يسوقه إلى العمل؟ هذه النصوص التي هي كالسياط لطالب العلم أن يعمل بهذا العلم، ولا مجرد معرفة هذا حلال وهذا حرام من غير ملامسة للقلوب قد يغفل طالب العلم، قد يجفو مع معرفته بالحلال والحرام. مع الأسف الشديد يلاحظ على بعض من ينتسب إلى العلم شيء من الجفاء والتخلف في باب العمل، وإن وجد العلم، على أن من أهل العلم من يرى أن العمل، العلم الذي لا يبعث على العمل ولا يحدو إليه، لا يستحق أن يسمى علماً.